عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، مبادرات جديده، وكمان اكيد فيما يختص بماتش الاهلي ونصر المقاصه اكيد في كلام كتير لازم هيتقال. وزي ما احنا عارفين النهارده المواجهه هتكون جديده من مواجهات الاهلي المؤجله. الاهلي هيواجه مصر المقاصه تحديدا الساعه 7، هيكون في السويس، مباراه اعتقد هتكون مهمه جدا في مشوار الفريق للدفاع هنا عن لقب بطوله الدوري الممتاز. لو اتكلمنا بلغه الارقام، الاهلي حقق لحد دلوقتي 48 نقطه، ان شاء الله الفوز يكون للاهلي ومزيد من النقاط. هي مواجهه برضه مش بسيطه، محدش يعني يستهون ويقول لا ان شاء الله تعدي، يعني ان شاء الله تعدي على خير، بس لازم نكون برضه قلقانين، لازم نكون برضه محضرين مذاكرين. اتقابلنا 20 مره قبل كده، او كانت مواجهات 20 مره قبل كده ما بين مصر المقاصه والاهلي، دي هتبقى رقم 21. لو احنا قارنا بين ارقامنا وارقامهم اكيد الاهلي ارقامه افضل بكتير، ولكن ما زال الماتش مهم، المباراه مهمه والبطوله مهمه. فكل التوفيق لفريقنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.